النهارده جينا لمحمد عطيه صاحب مشتل في الشرقيه. محمد النهارده هيدينا تفصيله مهمه جدا، ان انت ممكن من خلال بلكونه بيتك او من سطوح العماره او من الروف لبيتك اللي انت مقيم فيه، ممكن تزرع بعض المزروعات تغنيك عن اي دكتور وتغنيك عن الصيدليه. في علاجات كتيره ممكن تحقق نفسك، تحمي بيها نفسك، تقوي مناعتك، تعالج نفسك من امراض كتيره من خلال زرع معين، او الزرع ده زرع علاجي بشكل او باخر. تعال نعرف اكتر عن المزروعات ديت وازاي نزرعها في بيتنا وازاي الفكره ديت تعالج ناس كتيره. مساء الفل يا محمد. مساء الورد عليك. بص محمد، انت اديتني مره انا بصور معاك، وانا سعيد ان انت عرفت تزرع هنا في الشرقيه مزروعات عالميه عمرها ما دخلت بلدنا. الحمد لله. وانت جد معاك ان انت اجتهدت على مدار السنين الحمد اللي فاتت. الحمد لله. بس انت النهارده هتكلمنا عن الزرع ويعني وفوائده العلاجيه. ان شاء الله. انا في ايدي دي دلوقتي دي ايه؟ دي فاكهه الجرانديلا. جرانديلا، وده ده كريز برازيلي. ده تمر هندي. ده تمر هندي انتاج مصري. كل ده مصري. كل ده مصري. اه ده دي شتلات الجينسنج، دي اقوى مقوي جينسنج. هناخدها واحده واحده. استنى. دي شتلات الجرانديلا. الجرانديلا اللي في ايدي دي. اه دي جريفيولا. جريفيولا. ده القشره جريفيولا. وده التمر هندي. ده التمر هندي التايلاندي. ماشي. ده الكريز البرازيلي. هناخد زرعه زرعه ونعرف نزرعها في بيتنا ازاي، وفوائد كل زرعه ايه، وتسقيها امتى، وتتزرع في ظل او شمس، ظل او شمس، وازاي نقدر نراعيها. تعال ننزل على زرعه زرعه، وتعال ننزل معايا هنا. اولا خلينا نتكلم على التوت البرازيلي. التوت البرازيلي او القرز البرازيلي. آه. الشتله بتاعته اهي. اه كريز برازيلي انا. آه. دي الشتله بتاعته. دي الشتله بتاعته. دي احنا بنزرعها في الارض السنه دي مثلا، بتطرح بعد سنه ونص، من سنه لسنه ونص على حسب الخدمه. وممكن تتزرع في بلكونه البيت؟ ممكن تتحط في قصريه مقاس 50 وتنفع عادي جدا. وظل ولا شمس؟ لا شمس، وهو من نباتات القزميه. قزميه؟ معلش. تسقيها مره واحده في اليوم؟ مره واحده كل اسبوع مثلا. كل اسبوع؟ اه بيتحمل العطش جدا. طيب ايه فوائدها؟ هي بتوطي الضغط. بتعالج الضغط. بتعالج الضغط. آه. وفي نفس الوقت هي مزيج بين نوعين فاكهه طعمين مختلفين. اه طعمها مزز يا دكتور. دي معانا برضو الجينسنج. يعني ديت بتعالج الضغط. دي الضغط الواطي. تمام. الضغط العالي بتوطيه. تمام. طيب ودي طبعا الجرانديلا. دي الجرانديلا. سمره الجرانديلا دي لو دخلنا على النت وعملنا جوجل سيرش عليها ليها فوائد كتيره جدا. ده هي. دي شتلاتها دي، بس طبعا احنا بنعمل بذور مهجنه وراثيه، مش بنعمل بذور من ثمار، يعني الثمار دي مش للزراعه، احنا بنعمل البذور من دي الشتله بتاعتها. انت شتلتها في مصر؟ اه جبناها من بره البذور وزرعناها. تمام. ايه فوائد بقى الجرانديلا دي؟ شبه البرتقانه كده. هي دايما الفواكه اللي سواء تعمل بيها تلاقيها الف به كانسر. دي بتعالج الكانسر. ومشاكل العظام. واحنا عندنا هنا في مصر طبعا المرض الوحش بقى ماسك في الناس كتير، فطبعا دي من الحاجات الكويسه جدا. انا شايف، انا لما قريت عنها لقيتها بتعالج الام المفاصل، لقيتها انها بتعالج الامراض السرطانيه، بتقوي المناعه، ضد الشيخوخه، ليها فوائد كتيره الثمره دي. دي بتتاكل ولا بتتغلي ساعتها؟ لا بتتاكل من جوه، ونقدر حضرتك تفتح ثمره وتقول لنا رايك. ممكن معلقه بس. ممكن نجيب معلقه وندقها طيب لغايه ما نجيب ده. الثمره ديت الزرعه دي بتتزرع ازاي في البيت؟ دي بتزرع في قصاري مقاس 50 او 60، وهي مداده من عيله الباشن فروت. مداده لازم تكيبها او لازم تطلع على حاجه تتصلب، يعني احسن تكون على روف او على سطوح عمارة. بالظبط. ولما بنعملها مثلا في بنعملها بديل العنب. للعنب. يعني نفس شكل الشجره. نفس الشجره. وبتسقي كل قد ايه؟ برضه متحمله للعطش جدا، بس هي يعني ما بتحبش الشمس في البدايه، يعني ظل اكتر. اول 6 7 شهور بتحب. يعني ممكن يزرعها ببرميل. ده حقيقي. حلو قوي. دي الجرانديلا، ويعيد تقروا عليها برضو، مهمه جدا وفوائدها كتير. دي ايه؟ ده اقوى مقوي جنسي للعلاقه الحميمه، الاشوغندا الهندي او الجنسج الابيض. يعني نقدر نشوفه برضو كده. دي الورقه بتاعته. انت بتاكل الجذر بتاعه؟ هو الجزء المستخدم احنا طبعا احنا شلناها كده اهو. ده الجزء اللي بيتاكل. الجدر نفسه. جذور الجنس. ولازم نحشها مثلا او نرفع الجدر في عمر من يوم الزراعه مثلا 8 شهور. من يعني. يوم ما نزرع البذره. احنا هنا بنطلع البذره ببلاش لاي حد عاوز بذر الجنسنج، بنشجع زراعه الاشوغندا في البلكونات والاسطح، والبذره مجاني بشكل مجاني طول السنه. نقدر نزرعه ونجمع المحصول زي الفجل كده، بعد 7-8 شهور نقدر نستخدم الجذور دي نحطها مع العسل، وليها فوائد كتير. ده بيتاكل ولا بيتغلي ولا بيتعمل؟ لا عادي، ممكن يتنشف ويتحط مع عسل ويتشرب عادي، مشروب سخن. وممكن يتاكل فريش كده. ويتزرع ده فين؟ في البيت؟ ده بيتزرع في البيت عادي، في البلكونه. اه هايل. دي بقى الشجره اللي مش منتشره
وعليها كلام كتير، وهي الجرانديلا. الجرفيولا. الجرفيولا انا اسف. الجرفيولا شجره كتير قال ان هي بتعالج من امراض سرطانيه، لكن بعض العلماء كذبوا الفكره. تعالوا نعرف اكتر، خصوصا الورق بتاعها ليه فوائد كتيره جدا، وهي بتنظف الامعاء، وباي مشاكل في الامعاء بتنظف كل الجهاز الهضمي. ايه قصه الشجره دي وبتزرعها ازاي؟ احنا قرينا ابحاث كتير عنها، ترجمناها كمان من 20 سنه، القشره جريفيولا علاج الكانسر، ده موجود كده على النت يعني، مش انا اللي بقول كده، انا تخصصنا انتاج شتلات. في الصنف ده لما لقيناه مفيد وليه فوائد علاجيه كتير، ابتدينا نجيب الثمار بتاعته من شرق اسيا وماليزيا وكناها كثمار. هو اكتر في شرق اسيا. وجبناها وقعدنا نزرع البذور بتاعتها، وان شاء الله عملنا منها كميه حوالي 3 4000 شتله، دي كميه كبيره جدا. وده بيتغلي الورقه بتاعته زي الجوافه؟ ورق الجوافه. الناس بتتصل علينا، لان كل الناس قرت خلاص فوائد القشطه جريفيولا وعرفت ان الورقه دي فيها فوائد، فبياخدوها بيتصلوا على حالات الكانسر كلها بتيجي تاخد. في ناس بتستخدمها لانقاص الوزن، في ناس بتستخدمها انها بتنظف الامعاء اللي عنده امساك، وكتير قالوا وناس كتير اتكلمت عن فوائدها ضد الامراض السرطانيه. التمر الهندي ده بقى اللي انا اول مره اعرف الفوائد بتاعته ديت. التمر الهندي احنا تامر بيه بنستورده طبعا في مصر. مصر احنا بنحاول نزرع كل الحاجات اللي بنستوردها من بره عشان نقلل الفاتوره بتاعه الاستورد شويه. التمر الهندي. التمر الهندي دي الشجرة بتاعته، طبعا الشتلات بتاعتنا عمر 4 سنين، بذورنا كلها بذور مستوردة تايلاندي. بنحاول نجيب سلالات جديدة من الأصناف المعروفة حتى عشان نحسن الإنتاجية في مصر. دي شتلات بتنزل الأرض تطرح بعد 3 سنين. 3 سنين. 3 سنين. بس دي شجرة كبيرة. شجرة زي الكازورين والتوت يعني لازم تكون قدام البيت بقى. أو في المزارع يعني. في المزارع ما ينفعش في البيت دي. وعلى فكرة تامر بيه عشان الأسعار بتاعة الثمار دي كلها ترخص، لازم المزارع تزرع الشتلات دي. ويا ريت تزرع في كل شارع، ويا ريت تبقى بدل أشجار الزينة يبقى الزرع ده موجود في الشارع. احنا مع حملة السيد الرئيس بزراعة 110 مليون شجرة وشغالين عليها، والحمد لله عندنا أماكن كتير زرعناها، وإحنا ان شاء الله في اماكن ثانيه بنخطط لزراعتها ان شاء الله. امين يا رب والخير كله لبلدنا. التمر الهندي فوائده ايه؟ التمر الهندي طبعا احنا بنستورده. في كونك ان انت تنتجه هنا وانتاجيته توصل معاك ل 300 كيلو شجره، ده حاجه مش وحشه. فاحنا بندور ان احنا بدل ما نستورد نزرع الاصناف دي كلها، زي الخروب، زي التمر الهندي، زي اللوز الهندي. المكسرات برضو في بعض الانواع استنبطناها عندنا في مصر هنا، زي البيكان والمكاداميا. وشغاله كلها عندنا هنا. ده بيعالج ليه فوائد صحيه ممكن نعرفها ولا؟ هو اكيد ليه فوائد، بس انا ما بحبش اتكلم على الفوائد لان ده تخصص ناس ثانيه. لكن احنا نوري الناس المنتج المصري بتاعنا، التمر الهندي. اللون الفاتح. اللون الفاتح مش مسوس ولا اي حاجه. ده بيتاكل؟ بيتاكل. ما انا اكلت التوت البنزين. لا لا ده يعجبك، ده مسكر. المعلقه. هنفتح الجرانديلا. انا قلت انه ميزز ما صدقتنيش. طب ان شاء الله الجرانديلا هتنسينا كل الكلام ده. الجرانديلا نفتحها عادي. ايه ده؟ دي بتتكسر. الكاميرا بقى تجيب دي شكلها. انا ممكن معلش انا اسف، انا شايف ايدي عامل ازاي من التو. احنا بوظنا الدنيا. نقطع دي ولا نعمل دي؟ ايوه بس هو ده بقى اللي بيتاكل ده. شد كده بقى. بص بص الشكل دي كده فاكهه. ده مش بذر. لا ده اللي بيتاكل بجد والله. والله يا دوق. اتفضل. هتغير معلوماتك عن البشر والفروت خالص يعني. هي من نفس العيله. حلو قوي. من نفس العيله بتاعت البشر، لكن سكرياتها بتبقى اعلى. تسلم. محمد انا سعيد بان احنا قعدنا مع بعض. انا شرفت بحضرتك بجد يعني، وبالتوفيق. انت بتعمل حاجه مختلفه وحاجه حلوه وفكرك مختلف. الحمد لله. وباذن الله يا رب باللي انت بتعمله مفهوم الزراعه المنزليه يختلف. الناس كلها تقعد تفكر ان بدل ما البلكونه مليانه كراكيب او الروف بتاع العماره او سطوح العماره مليان كراكيب، ممكن نستخدمه في حاجات كتيره. احنا ممكن ده هنا كمان محمد عنده حاجات كتيره احنا ما اتكلمناش عنها. عنده الليمون. الليمون الكافيار والليمون الوردي. الليمون الكافيار الكيلو منه بكام؟ بيوصل 8000 جنيه. تخيل. ارقام كبيره. مانجا زارعها هنا. المانجا دي نوعها ايه؟ دي شبه النيازاكي، اللي هي شبه الحبايه اللي هي بتاعت اليابان. ومحمد بيزرع دراجون فروت اللي هي الكيلو منه يعني وصل 300 جنيه دلوقتي و200 جنيه، وبيرخص وجوافه فرنساوي وقشطه جريفيولا. واحنا مركزين على كل الفواكه الاستوائيه اللي ما اتزرعتش هنا في مصر، اللي مش منتشره واللي ليها فوائد علاجيه. بشكرك يا محمد. نورتونا.
من بلكونه البيت او من سطوح العماره او ربنا كرمك بفيلا ممكن تعمل مليون حاجه. انا بشكركم ورب الفيديو ده كل الناس تشوفه عشان الفيديو ده مهم جدا للكل. بشكركم. سلام.